عايز أقول حاجة، إنه التلميذ من ضمن مؤهلاته أو صفاته إنه يكون شخص له غيرة على الرب. بولس كان تلميذ، بيقول أغار عليكم، أنا بغير عليكم. الله ممكن يقبل عذر لو أنا ضعفت، أو يقبل عذر لو أنا جسدي مش قوي أو مش قادر أقوم بمهام كبيرة، لكن لا يقبل عذر إن أنا ما عنديش غيرة ليه. الغيرة دي علامات الشخص المحب للرب. أنا ما أقدرش أخلي علاقتي بمراتي جيدة وأنا مش فارقة معايا عنها حاجة خالص. والله بيغير علينا كمان، ما يحبش إن احنا نبقى لغيره. والتلميذ ما يحبش إن حد تاني عرف المسيح وبعد عنه، يبقى قلبه مولع باستمرار وغير. بيقولوا ده أنا خطبتكم لرجل عذراء عفيفة، ما ينفعش تضيعوا منه. التلميذ عنده غيرة لإخواته، غيرة للرب. أنا ما استحملش حاجة تزعل الرب، لا مني ولا من إخواته. أبقى عايز باستمرار يعني أقدم كل حاجة عشان أرضي سيدي.